مساء الخير عليك، بنرحب بيك في المحترف، منورنا ومشرفنا دايما. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير على الكباتن الكبار. انا سامي باز. قبل طبعا انت كنت بتتابع من يمكن واحنا بنتكلم مع الكباتن على مباراه نادي الاهلي مع حرس الحدود وبدايه او العوده مره تانية لمشوار الدوري المصري، وان شاء الله باذن الله نكون يعني خلال الاربع مباريات اللي جايه نتوج بهذه البطوله. ما حضر لنا حاجه لمباراه الحرس بشكل خاص النهارده نقدر نتكلم عليها؟ اكيد، انا عايز اشوف، وان مباراه الحرس هي عباره عن ملخص يا كابتن هاني عن على شغل كولر من ساعه ما بدا مع النادي الاهلي. يعني ازاي معانا مدرب استثنائي، ملك الثلاثيه او زي ما بيقولوا، يعني 12 مباراه بفوز 3 3 3 يعني خلال مشواره من ساعه ما بدا مع النادي الاهلي. انا عايز اقول ان احنا معانا مدرب فعلا كبير، مدرب استثنائي فاهم، عارف ازاي يدرس النادي الاهلي ويحلله بشكل دقيق جدا من قبل ما يبدا اصلا. عارف قارن المواسم السابقه، عارف مشكلتنا فين، مشكله من الناحيه البدنيه ومحل من الناحيه الذهنيه، عارف ازاي ان هو يستخدم المصطلحات والعناصر التكتيكيه بشكل مظبوط، بمعنى امتى اعمل تدوير، امتى يكون عندي في كل مركز اكتر من لاعب، امتى اوزع الدقائق يعني المشاركات على اللعيبه بشكل مظبوط طبقا لقياسات بدنيه ممتازه، معاه تيم بيشتغل عليها بشكل كبير جدا بيديله الصوره بشكل عام. ازاي المدرب مارسيل كولر قدر يخرج بلاعبتنا ذهنيا ويطورهم حتى فكريا، ازاي ان هو بعد ما تكون فايز بلقب افريقيا تشامبيونز ليج وتطلع تبدا تخش على المسابقات او المسابقه المحليه مره ثانيه، وازاي تفصل ما بين الاحتفالات احنا دايما كنا نقول السنوات الماضيه كابتن هاني احنا لعبتنا شبعت، يعني كلام من مصطلحات من هذا القبيل يعني سمعناه بشكل كبير جدا، لكن لا ازاي احنا لا لسه جعانين لبطولات وحاجات كتيره جدا. عايز اقول احنا طبعا النادي الاهلي اقوى خط هجوم، يعني 48 هدف نتكلم عليهم النهارده. عايز اتكلم رقميا، ال 48 هدف دول جم ازاي من اول من ساعه طبعا ما بدا مارسيل كولر او خلال الموسم الحالي يا كابتن هاني بالدقائق في على مراحل المباريات في كل ربع ساعه. هنا بالظبط عشان الناس تفهم، هو احرزنا الحمد لله اهداف ولسه ان شاء الله عندنا مباريات كبيره، لكن الجدول اللي قدام حضراتكم ده معدل الاهداف بالنسبه لتوقيت المباراه. صحيح، يعني من اول ربع ساعه تاني ربع ساعه تالت ربع ساعه وبعد بدايه الشوط الثاني وبعد نص ساعه وفي نهايه المباراه، ده الاهداف او معدل الاهداف. ده ال 48 هدف، ال 48 هدف اللي احنا جبناهم اقوى تمام. خط هجوم حتى الان من 25 مباراه، طبعا يعني من اقل عدد مشاركات او مباريات في الدوري المصري يا كابتن هاني. عايز اقول هنا ال 48 هدف متوزعين ازاي على دقائق المباراه، هنلاحظ ان اكتر اهداف معدل تهديف للنادي الاهلي من 48 هدف جم في الدقائق الاخيره، سواء كان في الشوط الاول او في الدقائق الاخيره في الشوط الثاني. صحيح، لو نتكلم على 9 اهداف من الدقيقه 5 من 15 ل 30 ده منتصف الشوط الاول حتى نهايه الشوط الاول في الدقيقه من الدقيقه 30 ل 45 9 اهداف، دي بتقول لك ان الفرقه مركزه، الفرقه بدنيا عاليه جدا وهو قدر يشتغل عليها بشكل كويس. نفس الكلام في الاخر في الشوط الثاني، خاصه في الاخر كمان يا باز. بالظبط، ده الاهم لما احنا الرقم عندنا 9 اهداف في من الدقيقه 75 لغايه بلس 90 كمان، لان في اهداف بعد الدقيقه 90، انك بتحرز عدد اهداف كبير، ده جزء مهم جدا انك اللعيبه طالما مركزه يبقى ده يديك دليل ان هم بدنيا واقفين على رجليهم. طبعا، لان انت لو قليت بدنيا هيكون نسبه التركيز اقل وبالتالي ترجمه ده هيكون عدد اهداف اقل يعني. صحيح، ودي مشكلتنا في المواسم السابقه بدنيا، وده دليل ان كان عندنا اصابات كتيره جدا. طيب لما رفعنا المستوى البدني بالقياسات الجديده والشغل عليها شفنا ان احنا نقدر لاخر ثواني واخر دقائق في المباراه، خاصه الشوط الثاني نقدر يبقى معدل التهديف عندنا عالي جدا يا كابتن هاني. صحيح، نفس الكلام انا بتكلم، يعني مارسيل كولر ما بيشتغلش فقط بدنيا ولا تكتيكيا ولا فنيا، بتكلم على ذهنيا. كنا بنقول ان خلاص ازاي عمل السويتشنج ما بين تشامبيونز ليج والبطوله الكبيره وتحقيقها ونخش على المسابقه المحليه، لا ده انا عايز اقول طبعا من بدايه او من ساعه كابتن هاني في شهر مارس الماضي خساره الاهلي امام سان داونز ب5-2، من بعدها فزنا ب 16 مباراه او لعبنا 16 مباراه بدون هزيمه، 16 مباراه بدون هزيمه، يعني ممكن صحيح. ممكن سريعا نعرض جدول ده مهم جدا، لان كان الحقيقه عمليه تحدي كبيره جدا، وعمليه انك ترجع بهذه القوه بعد مباراه كارثيه نقدر نقول للنادي الاهلي، انك تعود بهذه القوه اعتقد ده محتاج مدير فني على مستوى عالي، كمان محتاج الصف
احنا بنتكلم لو مدير فني يبقى جنبه عنده مدير اداري زي الكابتن سعد عبد الحفيظ او مدير الكوره، عندك جهاز طبي على اعلى مستوى وعلى مستوى اللاعبين. دي اللي انت محضره، بس ده دي 16 مباراه كابتن مباراه النادي الاهلي بعد هزيمتنا امام سان داونز. 16 مباراه بدون هزيمه، يعني سريعا القطن، الهلال، المحله، بيراميدز، النتائج كبيره جدا زي ما احنا شايفين يا كابتن هاني، سموحه، الرجاء، يعني بنكمل بنتكلم في 16 مباراه، يعني نكمل سريعا بيراميدز والاهلي. طبعا هي دي خلي بالك يا برضه يا باز، الناس تاخد بالها ان عدد استقبالك للاهداف كان هي طبعا اعتقد هدف واحد. لو نرجع بالجدول تقريبا هو امام بيراميدز في السوبر اللي هو 2-1 نرجع صحيح. يعني القطن الكاميروني 4-0، الاهلي والهلال 3-0، الاهلي والمحله 3-0، الاهلي وبيراميدز ده اعتقد مباراه السوبر 2-1، ده يبقى كده جول. أيوة. الاهلي فاركو 3-0، الاهلي سموحه 2-0، الاهلي الرجاء 2-0، كل ده شباك نظيفه. كذلك امام الرجاء وبيراميدز وفوز 1-0 امام الترجي 3-0، وما دخلش غير هدف وحيد، يعني ثلاثه. انا عايز اقول ان احنا استقبلنا يعني على 16 مباراه يعني ثلاث اهداف واحرزنا 32 هدف، يعني نسبه معدل تهديف عالي جدا. انت ما كنتش شايف دوت ماتشين الوداد اللي طبعا كان فيهم الهدفين صحيح خلاص الجون بتاع والهدف مظبوط. اذا استقبلنا ثلاث اهداف، احرزنا 32 هدف، حقق ثلاث بطولات بالمناسبه، ده كله من بعد هزيمه سان داونز. انا عايز اخد الارقام ديت واقول لا، مدرب بيشتغل على التفكير، اللاعبين القوه الذهنيه عندهم، ازاي ان انا اكون مستعد وجاهز انزل في اي وقت اشارك، فلو عدد دقائق قليله اخش على طول في السيستم، ازاي ان انا شفنا ده على ارض الملعب، السويتشنج اللي بيحصل، التدوير اللي بيحصل. انا بتكلم على التدوير اثناء اللقاء، مش التدوير فقط ان انا اغير لعيبه مكان لعيبه في نفس البوزيشن او بوزيشن تاني. يعني دي الارقام الدفاعيه بقى اللي انا عايز اثبت فيها ان ازاي مارسيل كولر وجهازه المعاون والشغل على الكثافات البدنيه على الناحيه البدنيه بشكل عالي مما اتعكس على الناحيه الدفاعيه. يعني بتكلم عن استعاده الكوره واستخلاص الكوره او البول ريكفري يا كابتن هاني بكل اشكالها، بتكلم على الموسم الحالي، نتكلم ان احنا استخلصنا الكوره وقدرنا نرجع الكوره تاني بعد ما في حاله طبعا عدم الحيازه، وازاي ناخد الكوره بشكل تاني. 2844 مره استخلصت فيها وعملنا بول ريكفري ورجعنا الكوره تاني يا كابتن هاني، مقسمه بالشكل اللي احنا شايفينه. من ناحيه الاعتراضات اعترضنا 486، يعني بمعدل 19 اعتراض في المباراه الواحده. استعاده الكوره زي ما قلنا 113 مره في المباراه بنستعيد الكوره، دي معناها ان انت بتستحوذ بشكل كبير جدا، بتستخلص الكوره بشكل عالي جدا. عايز بس ايه الفرق بين استعاده الكوره واسترجاع الكوره؟ لان برضو عايزين يعني برضو الناس هتقول لك ايه الفرق بين انك تستعيد الكوره وبتسترجع الكوره؟ استرجع انت تستعيد الكوره ان انت على طول بتضغط ضغط مباشر عالي على حامل الكوره وبتقدر ان انت تستخلصها منه بشكل مباشر. ماشي عشان برضو انا يعني انا عارف الاجابه بس يعني عشان نترجمها للناس، استعاده الكوره ان انت يعني زي ما انت بتقول ضغط عالي بتاخد الكوره، استرجاع الكوره ان الكوره معاك. ودي على فكره دي كانت مدرسه برشلونه، واللي يتفرج على برشلونه من سنوات انك استرجاع الكوره بمعناها ان انت مثلا خلاص عديت نص ملعب الخصم وبدات تشكل شكل هجومي بشكل كويس او بتلعب في الثلث الاخير وبتخسر الكوره، استرجاع الكوره في مكان الكوره ما انت خسرتها ده جزء مهم جدا طبعا. وبالتالي بتسترجع الكوره وبتستحوذ تاني وبتخلق فرص كتير. فانت عمليه ان انت بتستعيد وتسترجع هي مختلفتين شويه. عمليه الاسترجاع الكوره مهمه جدا جدا، انك في وقت من الاوقات بتاخد الكوره في المنطقه اللي ممكن تأهلك انك كمان تعمل فرصه او تحقق هدف، ودايما ده بيشتغل على جيجن بريسنج او الكاونتر بريس، ان انت في عدد ثواني قليله بتقدر ان انت تستخلص كره او تعيد الكره بشكل تاني. وده طبعا مدارس كتيره جدا يعني شفناها مع دورتموند مع مدربين كبار جدا. عايز نعكس الارقام ده كابتن هاني بقى فنيا في ارض الملعب، يعني الماتشات اللي فاتت كلها شفنا الحالات دي، ولكن احنا هنتكلم على احدث مباراه حرس الحدود بتاعت امبارح، ونعرض مع بعض شويه لقطات فنيه من الملعب نوضح بيها ازاي قدرنا نضغط الضغط العالي ونستخلص الكوره ونعيد الكوره اللي حضرتك شرحتها دلوقتي. يعني خلينا نبص هنا مع بعض، شوف بدايه هنا من شريف قفشه الضغط الثنائي، بص الضغط الثنائي سريع جدا بقى، هنتكلم الضغط دبل بريسنج على طول في نص الملعب. هو ده اللي بتكلم عليه، انك بتاخد الكره واقف هنا، انك بتاخد الكره في منطقه تقدر، مش عندك بقى عمليه لسه تحضير، انت عندك خلاص انت في الثلث الاخير تقدر تخلق فرصه او تعمل هجمه واعده زي ما بيقولوا. وده الثريتس التهديد، نسب التهديد بقى بتتعكس ما بعد استخلاص او استرجاع الكوره. ده مثال، نخش برده مثال ثاني طبعا كمله الهجمه
خلينا نشوف يا كابتن هاني في حاله عدم الحيازه، عايزين نبص بقى لعيبه الاهلي واقفه ازاي، بتضغط ازاي. شوف يا كابتن هاني من هنا من نص الملعب، قريب قريب قريب، نقف 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 عشان بص بقى ورا، تعال نبص كل لاعب هنا، الماركينج، المان تو مان، قفل المساحات، اللاعبين واقفين عينيهم على المساحات القريبه علشان نشوف اتجاه الكره هيروح فين. صحيح. عشان نقدر نستخلصها. في نقطه هنا كمان عايز برضو الناس اللي بتتفرج يقول لك لكن هتلاقي علي معلول، في ناس تقول لك ما هو بعيد عن الخصم، لكن علي معلول واقف صح، لان مزبوط. هو كل ما كل المسافه الكوره بتقرب من الراجل بتاع علي معلول، علي معلول بيتقدم خطوه بيتقدم خطوه، وبالتالي اول ما هو الكوره تبدا تجي له يبقى علي معلول في موقف دفاعي كويس جدا. فعمليه الضغط دوت عمليه ليها جزئين، الجزء الاولاني انك بتشتغل على مساحه معينه في توقيت معين، والجزء الاخر عمليه الترحيل لو الكوره من اليمين للشمال. أيوة. زي ما شفنا كده ان علي معلول كان لجوه وبعدين بدا يطلع بشكل كويس، وهتلاقي حتى جنبه ده تقريبا عبد المنعم بيميل نفس الميل دوت. نكمل الصوت. مظبوط. بص خلاص علي خلاص غلطه يعني، وعلي هنا قفل عليه وخلاص خدنا الكوره ونبدا الهجمه. امثله كثيره يعني، خلينا نبص ده مثال تاني من الضغط العالي بنعمله، بنقفل مساحات ونستخلص كوره بشكل كبير جدا. يبدا حرس الحدود يوزع، بيحاول ان هو يلاقي اي دبل بريسنج باثنين لاعبين، دايما نشوفه. ده بيقول لك ان اللعيبه بدنيا واقفه على رجليها، اللعيبه معمول شغل عالي جدا طبقا لقياسات بدنيه باجهزه على مستوى عالي. كابتن هاني بتورينا مين امتى يقدر يستحمل يلعب عدد دقائق اكتر. الصوره اللي بعد كده نكمل نفس الكلام، دي لسه بموضوع البريسنج. ده الكوره عندنا في نص ملعبنا، ده مكان طبعا ناحيه علي معلول، خلاص ديانج رجع، بدانا نطلع بالكوره حتى، بس مش بنقول ان احنا بنضغط، لا، ازاي بقى التدرج بالكوره، ازاي بنطلع من هنا يعني. بص بورسي توفن هو ده بقى اللامركزيه يعني، بيرسي تاو امبارح كان بيتحرك بشكل كبير جدا في اماكن كتيره جدا، ويبدا ان هنا يعني دي هجمه لو طبعا اترمت في اقصى اليمين هناك كانت راحت على طول انفراد، ولكن انا بتكلم على الضغط الثنائي، قفل المساحات، تركيز. ده على فكره عايز اقول ان ده طبعا في نهايه الشوط الثاني او بعد منتصف الشوط الثاني. بالظبط يعني، ده بيقول لك ان اللعيبه واقفه فعلا رجليها بدنيا لحد اخر نفس من المباراه. عايزين نتكلم بقى هنا على يعني هو بيكمل هنا، ده اعتقد بيكمل نفس الهجمه، كانت هجمه طبعا خطره، ده بعد نزول بيرسي تاو. زي ما انت بتتكلم ان حتى هتلاقي بيرسي تاو في مراحل كتيره جدا، جناح يمين وبعدين تلاقي 10 وبعدين تلاقي جناح شمال، فعمليه اللامركزيه خاصه في الشكل الهجومي. وقفش طبعا ما شاء الله يعني، كان استنى هنا شباب، ده هدف بقى عبد القادر. يعني احنا حبينا طبعا هدف طبعا عالمي، احنا عايزين نشرحه بقى من الاول. طب ارجع لنا بالصوره لغايه الجول، ارجع كمان، ارجع كمان، لان الهدف ده فيه كلام كبير جدا، هو يعني نقدر نقول يا كابتن هاني ملخص الضغط العالي واستخلاص الكوره والجيجن بريسنج والتدرج، يعني في عوامل كتيره. الفنت البادي اورينتيشن لعبد القادر اصلا، النزول هو اللي بدا الهجمه من الاول خالص. لو احنا جبنا الهجمه من اولها، ده في بتاع 13 15 باص في تحضير عبد القادر، نزل وهو اللي استلم الكوره وبعدين رجع تاني واستلمها تاني في نص ملعب الخصم. يعني انا نفسي ان احنا نبدا ان احنا نعرض الهدف ونشوف البادي اورينتيشن عنده. انت بتتكلم على عمليه بدايه انك بتضغط وبعدين بتاخد الكوره وبعدين التدرج بالكوره وبعدين اللامركزيه في الاداء. مظبوط. فدوت والسويتشنج ادي عبد القادر هنا في اللعبه هنا بصات طبعا لقفشه قفشه هنا طاهر. هنا طاهر نقف 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 بس قبل ما نلعب، هو طاهر اصلا امبارح كان بيلعب جناح يمين. السويتشنج اللي دايما كنا بنشوفه في الماتشات اللي فاتت كلها بنزول بيرسي تاو اقصى الشمال عند معلول وحسين الشحات، والسويتشنج اللي حصل ما بينهم والدبل باص هنا شبهها، بس حصلت ناحيه يمين عبد القادر لما نزل. نفس الكونسيبت يعني هو طاهر بيخش، هتلاقي خالد عبد القادر اللي هو تقريبا بيفتح الخط يكون خالص. محمد هاني في صوره كبيره. الجميل هنا في تحرك نمرة واحد، تحرك عبد القادر في المساحه الفاضيه، وطاهر سحب لعيب نزل سحب خلاص، هو سحب سرد بالظبط كده. هنا بقى البادي اورينتيشن، هنا كمان هنا القدره الفنيه انه يلف وشايف الجون بشكل اكتر من رائع، لان من زاويه صعبه جدا يعني. خلينا نتكلم كل امانه، انك تلف بالجزء دوت من جسمك وتحط الكوره في اقصى الزاويه اليمين، هدف حلو قوي لعبد القادر الحقيقه. طبعا المرونه في جسمه وانه الفكر الذهني التوقع كل حاجه، عايزين نتكلم في كل النقاط الفنيه والتكتيكيه والتكنيكال عند اللاعب، لا ظهرت هنا مع عبد القادر. طبعا الباص الكبير جدا والجميل جدا من قفشه. قفشه كمان الحقيقه، قفشه يعني رجل المباراه بالمناسبه امبارح، اثنين اسيست مهمين جدا. نرجع هو فيه. هو شايف المساحه، نرجع للصوره دي هتلاقي عبد القادر حتى بيشاور بايديه لقفشه. صحيح. يعني هي ده برضو لقطه ان احنا هو شايف المساحه اللي عايز يتحرك فيها وبيشاور لقفشه على المساحه ديت،
والجميل في الموضوع ان قفشه ان تايم في الوقت المناسب في المساحه المناسبه، والاجمل طبعا هدف جميل لاحمد عبد القادر. طبعا يعني انت تهاجم المساحه، ان انت توسع مساحات لزمالك التحرك بدون كوره، يعني فعلا هدف امبارح بيورينا اللعيبه واقفه على رجليها، فاهمه، مركزه. الشغل ده شغل مدرب، فيه طبعا تدريب عليه بشكل كبير جدا ومتكرر بشكل كبير جدا. دي قدرات فنيه، كواليتي اللاعبين ارتفع بشكل كبير جدا. صحيح. من لاعب لاخر، لا شفنا التحسن والتطور عند كل لاعب، مش ما فيش لاعب بلا استثناء الا وهو جاهز بينزل بيصنع الفارق زي ما شفنا حتى نزول تاو. ونزول طبعا اللعيبه في الشوط الثاني عملت طبعا بشكل يعني غيرت شكل المباراه، ادت طبعا قوه هجوميه كبيره جدا. كان ممكن طبعا نخلص المباراه امبارح اكتر من 3 اهداف وخمسه. صحيح. وكان شريف عنده فرصه كبيره جدا حتى يلحق هداف بهداف الدوري وينطلق من هذه المباراه. يا كابتن،